تمكنت الشرطة القضائية بدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية توقيف المشتبه به الرئيسي في ارتكاب عمليات نصب واحتيال واسعة استهدفت تجار الملابس الجاهزة بسوق القريعة بمدينة الدار البيضاء. وأعلنت الصحافة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني بموقع تويتر قبل قليل من يومه الأحد عن اعتقال المعني بالأمر والذي تقدمت في حقه العشرات من الشكايات من تجار بسوق القريعة تعرضوا للنصب والاحتيال في مبالغ مالية جد مهمة. جدير بالذكر لأن المعني بالأمر أبو الحياة كما تم تلقيبه بين تجار القريعة اختفى عن الأنظار بعد تحصله على مبالغ مالية مهمة من ضحايا ما دفع بهم إلى التقدم بشكايات للمصالح الأمنية.